4 3 3 كمان ما يعني انا بوجهة نظري اللي ما ينفعش يلعبها 4 3 3، بتعتمد ان الهافين لازم يخشوا يستلموا من جوه الملعب في القلب، ما بيلعبوش على الطرف فانت بس. فتوح ما يلعبش طرف. لا ما العبه طرف مكانه، هو بقى مميز دفاعيا ومميز هجوميا في الحته ديت الصراحه يعني، وفارق عن اي حد في المكان ده، مع طبعا مع الاحترام لعبد الشافي والعبد الله الاثنين. هو عبد الشافي، هو عبد الشافي قولا واحدا هو نمره واحد، طبعا بس عبد الشافي مشكلته السن، السن هو ده مشكلته الوحيده. هو ففتوح في اوج في يعني عطائه كلاعب صغير بيبتدي مشواره الكروي بنجاح باهر، الله اكبر يعني. طبعا عبد هي دي الشافي في سنة نهايه الحياة، حتى مشواره دي سنة الحياة، هي بالظبط، في نهايه مشواره، سنة الكورة. عبد الشافي اللي مخليه كده ومخليه محافظ على قيمته هو ان هو لعيب ملتزم داخل وخارج الملعب. تمام، كره القدم هي نمره واحد في حياته، فحتى مع كبر سنه قادر يحافظ على مستوى يخليه يلعب، تمام، لكن يبقى السن عامل مؤثر. أكيد نفس الكلام بالنسبة لشيكابالا. أنا من وجهة نظري الراجل لازم يستخدمه بقى ورقة مهمة في التوقيت المناسب. انا النهارده مثلا عايز ماتش اخلصه من بدري، وفرقه هتفضل مدافعه لي على طول واقفه عشان افك تكتلات، ممكن ابدا بشيكابالا. النهارده بلعب ماتش زي فرقه الوداد، ممكن ابقى بلعب تحت الكوره والعب مرتدات، ممكن العب اخلي شيكابالا معايا ورقه بره العبه 35 دقيقه 40 دقيقه، ابدا صحيح بشوط. صحيح، ده الراجل لازم يفكر في الحته دي. خد بالك شيكابالا السنه اللي فاتت واللي قبليها قدم مستوى رائع، طبعا يعني لدرجه ان كان في وقت من الاوقات بنقول لك شيكابالا بيرجع يدافع، اه لكن للاسف ايقافه اكتر من 10 مباريات، طبعا يعني لانه يفرق جاله طبعا. بعد بعديها جاله كورونا، بعد الثمان ماتشات جاله كورونا وتوقف ماتشين كمان، فابتعاده هو خلاه يبعد شويه عن فورمته اللي هي اللي فيها الباور والقوه وهو عايز يستعيد ده الماتش فقط. اللي فات الشوط التاني يا كابتن بدأ يبقى كويس، الراجل راح مطلعه يعني، لما بدأ بيبقى كويس وكده راح بس الراجل. صراحه كان طول الماتش بعيد، يعني ايوه انا ما كنت، اتفرجت على لدرجه ان انا قلت ممكن يبقى تغييره ايوه صراحه ما يعني. هم التلاته يا كابتن، الناس المجموعه اللي كانت قدام كلها كانت بعيد، بس هو ما بدأ الشوط التاني بقى كويس راح مخرجه، والراجل خرجه، وطبيعي اللي هو عادي ممكن يخرجه عشان يحط بالظبط، بديل فريش، يكون عنده وهو كان لعب ماتش من 3 ناحية ايام بدنية كمان، أعلى يعني. هو كان لعب 90 دقيقه من 3 ايام قبليها بالظبط يعني. بالظبط فالموضوع بالظبط، عادي جدا. انا بقول لك في العموم ان هو كان بدأ يبقى كويس يعني في الماتش بس. فهو نادي الزمالك انا شايف انسب خطه 4 3 3 بالنسبه لي. طب حط لي الماتش اللي جاي، الوداد عنده ظروف صعبة جدا كمان ولسه تمام، مغلوب النهارده. مغلوب بس من الفرقة الأساسية، ما حدش بيلعب منهم ثلاثة أو أربعة لعيبة بس اللي موجودين. موافقك موافقك، بس برضو ما هو في طبعا النهاية، أكيد، في هو النهاية مغلوب برضو ماتشين ورا بعض بالظبط، بس في النهاية برضو في فرقة يعني طبعا. عندهم مشاكل وعندهم مشكلة كبيرة كمان بعدم وجود الجماهير. خد بالك أنا إيه برضو يا أحمد، وأنت اتفرجت وأنت لعبت كتير برضو، إيه اللي هيخليني أفهم إن أنا بلعب بره أرضي ولا جوه أرضي إلا الجمهور يعني؟ ما طبعا، ما هو مفيش جمهور. ما فيش طب جمهور انت فعلا. المفروض انت تيجي تقول لي والله احنا ممكن نتعادل هناك ونيجي نكسب هنا، طب ليه؟ طب ما نتعادل هناك ليه؟ طب ما هو الملعب حلو ومفيش جمهور، طب ما تروح تكسب. انت كسبت الرجاء السنة اللي فاتت من غير جمهور هناك، بالظبط، ما ده اللي انا السنة بقوله. اللي